يقول نقطة دم خير من ألف صاحب. نقطة دم خير من ألف صاحب. واحد نقطة دم خير من ألف صاحب. والآخر يقول أبعد من الدم لا يشوهك. والآخر يقول من دمك منين همك. يعني ثلاثة فروع. ناخذ الفرع اللي به الحاجة. نقطة دم خير من ألف صاحب. واضح. تمشي في الآخر ما يلوحكش. المثل الشعبي الآخر شو يقول؟ يقول أعمل الخير في أهلك. أعمل خير في أهلك أعمل خير في أهلك وغير أهلك حتى توجد أهلك. المال ماشي للسدرة، الزيتونة أولى. علاش؟ السدرة ما فيهاش منفع، فيها الشوك، والزيتونة فيها منفع، فيها الزيت، فيها الزيتون، فيها كل شيء. أنت كي باش تعمل الخير مع السكرجي مثلا، لا تعمل مع الخير مع صلاي خير، هذا كاهل بالرب. مثلا تعمل الخير مع الخليل خير من تعاونك المركانتي. ثم ناس تعاونها الماركانتي وتقال اخويا انت ماك صاحبي ونعاون عارفي ونعاون ويخلوا القليل، يخلوا القليل ما يعاونش. هذايا الميل ماشي للسدره. هذا مازال نمشوا به توا ولا؟ لا معك، لا معك، خاطر الوضعيه تقلبت، العباد تقلبت. بكري كنا احنا الكبار يورونا في الخير ونجتمعوا مع بعضنا، الكبير ناخذوا راي الكبير ونجتمعوا ونشروا مع بعضنا الناس كلها وناس. توا تقلبت. قلبت تلقى اثنين في دار، كل حد يسهر وحده، البو يسهر وحده، المرأة تسهر وحدها. علاش يقول قائل؟ ما عادش نستقروا الكبير، احنا قبل كنا نقعدوا مع الكبار ونخرفوا ونستقروا الكبير، وهذا يروا عمك وهذا يروا خالك. علاش هذه ما عادش عندنا المبادئ هذه، ما بعدنا عليهم؟ بعدنا عليهم خاطر الشباب كعطايش واللب. المدرسة الأولى هي الأم والبي، المدرسة الأولى تجي للدولة وبعد يجي الأم والبي. الناس كلها بعدنا على الخط هذا. احلى من المدرسه الاولى للثانيه. شو اللي بعدنا؟ هو الفقر والطمع. طمع هي تبعدك ولدي، طمع هي تبعدك. اي مهما كان لا طمعت راك مشيت، ما تطمعش مشيت. هم فاش طمعوا في اوروبا، هاو نعطيك الفلوس وبعد نحياك الحاجه، هو يخليها ونحيالك انت بالطبيعه. لكن طمعت مشيت. هم حشاك المثل العربي يقول الطمع وقطع الركبه متحذي. عاودوا لي. يقولوا الناس الاولى الطمع وقطع الركبه متحذي. هذه معناها تطمع راهو الطمع ما ينفعش تنجح، تهبطك في البير. طمع وقطع الركبه متحدي. لكن توا برشا فما طمع. أيوه كل طمع من فوق اللوطة. ما عندناش صبر. احنا بكري كنا نصبروا. اش ينحي الطمع؟ ينحيها الصبر. لا صبرت يقول القسيم يقول الصبر لا ينتاج لا يجرع، اما الصبر هو دواء طب للموجوع. الصبر لا ينتاج لا يجرع، عام الصبر هو دواء طب للموجوع. ليه ناس اهل صدور الوسع اهل العتاوى في نهار فزوع. واذا جعت بالكش في العبد تطمع، راهو عز عذر من المنفوع. واذا شبعت بالكش تتبذر، اعدل نفسك بين الشبع والجوع. ولا يغويك ابليس ولا تتكبر، ولا يغويك ابليس الله يخزيه. ساس النفخه ما تعلي منبر، ما تخلي كان الظل والرخص لماليه. شوف فرعون كي تغير وتجبر، اليوم البحر طالع ونازل بيه. احنا الطمع هبطتنا لهنيك. علاش قبل رغم الفقر لكن مازلت كل رجوليه؟ اي رجوليه، عاد رجوليه رغم الفقر. والله رغم الفقر رجوليه موجوده. تو جي وقت من الاوقات وعمك محمد راهو وراثه من الفحص وراثه، يقول خلاط يقول نوكم غاقات. يجي وقت نوكم غاقات وحكامكم وليدات، واللي ما يلقاش مرته في الدار ما يقولش وين مشيت. هاك وقفنا عليها. نوكم غاقات وحكامكم وليدات، واللي ما يلقاش مرته في الدار ما يقولش وين مشيت. وحكامكم وليدات، واللي ما يلقاش مرته في الدار ما يقولش وين مشيت. باه ويخرج للحيس فلوسه خذرك الحشيش واللي يخدم دينار من العشيش. هاك لقيناه. وي ولا نو؟ وي ولا نو؟ معناها الامثله هذوما. ايوه توا قاعدين نطبقوا فيه. نمشوا فيه. نو. شنو اللي تبدل بين قبل وتوا حاجه؟ بدل القدر. واحد القدر تبدل، ما عادش قدر. والثقه ما عادتش. والاحترام تبدل. أظن ثلاثة حاجات تغيروا. وإذا كان ثلاثة أسمعني عمك محمد ما فرجوا من الفحص باش أعطيك تحبوا تعدوا ولا ما تعدوش. الرسول كي يجي مش يموت صلى الله عليه وسلم مشيش سيدنا جبرين بحذاه، قال له تهبط بعدي؟ قال له نهبط. قال له كيفاش تهبط بعدي وأنا حبيبك وتهبط بعدي؟ قال له نهبط ثلاثة مرات. قال له ما هما يا أخي جبرين. قال له أول مرة نحي السحو. قال له والثاني؟ قال له نحي البركة. قال له والثالث نحي القرآن من صدور الرجال. اثنين هبطوا مازالت واحدة. نحو وين البركة؟ وين السحو؟ وين هو؟ تفضل. وين البركة؟ وين السحو؟ نحكيو على البركة. البركة وين هي؟ والسحو وين هو؟ طفلة تخرج قدام بوها في في في, في شورت، قدام بوها قدام خوها في شورت، وين البركة؟ وين السحو؟ وين هو؟ أخلاق ما عادش.
ما هو تبع بعضه عاد. اذا ما اصنع اذا ما اذا لم تف... فاذا لم تستحي تفعل مشيت، اذا ما حشمتش تعمل اللي تحب. يعني انت تبدا مع عائلتك توا في اي ولايه تحشم؟ اه بطبيعه التوا التوا انا ولادي من انا قبل نحكي لك على الموجود البنات ولبستهم شيء حشم من غير ما تخمم. جي العاليات جي ها حتى البركه نحام عليها ربي، هاي تتخام مرشي ورجال ومش خالتين، ها تشوف فيهم لهنا بالعين. احنا انا لولا عمك محمد 6 سنين انخريتهم ووصلتهم والحمد لله وصلهم ربي بالحشمه وبالشعره، فهمتي؟ وبابا من الحجم شو وجهي قدامه، وجهي والله الحجم قدامه الشايب وجهي شو اللي فيه اليوم يرقد يقول ابا يقول راح يقول اختاني برا مشيت وفق علي مع الطول ديالك ينطر علي. احترام البو ما عادش لا احترام للبو للام، حتى كي يكلم اولاده يقول اش دخلت فيهم مراتي ولادي تاع يقول لنا نحم ما يلبسش الطفله ما تلبس فوق الركاب تقول دخلك انت انا بفلوسي لبس هكا ما لبوش هكا ما شنو قاعدين نعيشوا فيها احنا علاش نعيشوا فيها ما شنو اللي يلتك البو ما عادش عنده كلمه في ما بالضبط ما عادش عنده قيمه ما عادش عنده كلمه مبرك اللي حضروا لها ماكلتها ثم اللي يقول لها برا طيب روحك وحتى وين تخرج بنته باللبسه هذيك ما عندوش عادي ما عندوش كلفه ما عندوش سيطره الكافيه